Yemek duası. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah, ellezî at'amana ve sekâna ve ce'alana minel muslimîn. Elhamdülillah, rabbil âlemîn. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecma'in. واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب وبسط علينا رزقا واسعا من كل جهة من خزائن غيبك بغير منة مخلوق بمحض فضل كرمك بغير حساب يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين افتح الباب يا الله افتح الباب يا الله افتح الباب يا الله يا الله يا كافي يا فتاح يا مفتح فتح بالخير اللهم اغفر صاحب هذا الطعام والآكلين اللهم اجعل دولتنا دائما أولادنا عالما صالحا ولا تسلط علينا ظالما اللهم زد ولا تنقص اللهم زد ولا تنقص نعمة كثيرة بحرمة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين